النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت. المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. مجمع الملك الحسين للأعمال. خرائط توزيع الأمطار المتوقعة خلال الساعات القادمة، خلال يوم الأحد وأيضا يوم الاثنين ويوم الثلاثاء. هذه الأمطار تتركز كانت في منطقة الحوض الشرقي للبحر المتوسط خلال ساعات نهار يوم الأحد. هذه الجبهة الهوائية الباردة المرافقة لهذا المنخفض الجوي تتحرك تدريجيا خلال ساعات المساء والليلة الأولى، لتبدأ تأثيراتها هنا في المنطقة الشمالية ثم تدريجيا نحو المنطقة الوسطى خلال ساعات منتصف الليل، على أن تبتعد هذه الكتلة الجبهة الهوائية الباردة عن المملكة. تقل نوعا ما حدة الأمطار لكن تبقى مستمرة فوق المنطقة الشمالية والوسطى، أجزاء من المنطقة الجنوبية، أجزاء من المنطقة الشرقية خلال ساعات صباح يوم الاثنين، مع انخفاض واضح على درجات الحرارة. تيارات غربية رطبة تحمل معها كمية من الغيوم المنخفضة والماطرة في عموم مناطق المملكة خلال ساعات صباح يوم الاثنين وخلال ساعات ما قبل ظهيرة يوم الاثنين. ما بعد ظهيرة يوم الاثنين يبتعد المنخفض الجوي، تتراجع تدريجيا فرص الأمطار في عموم مناطق المملكة، وبالتالي يميل الجو للاستقرار تدريجيا خلال ساعات مساء يوم الاثنين، على أن يقترب من المملكة خلال الأيام القادمة منخفض جوي جديد، جبهة هوائية باردة جديدة. الأمطار تعود من جديد اعتبارا من مساء يوم الثلاثاء بإذن الله. سنستعرض تفاصيل هذا المنخفض الجوي في النشرات اللاحقة. التوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال هذه الليلة، حيث يسود ماطر وعاصف خاصة أثناء عبور الجبهة الهوائية الباردة، 6 درجات مئوية فقط، الملموسة درجتين. الرطوبة مرتفعة والرياح تكون جنوبية غربية نشطة السرعة، تترافق مع هبات قوية أحيانا. بالنسبة للثلاث أيام القادمة، يوم الاثنين كما ذكرنا طقس بارد ومطر على فترات، 7 درجات مئوية. أما ليلا تنخفض درجات الحرارة لتسجل 5 درجات مئوية مع فرصة لبعض الأمطار خاصة خلال ساعات الليل الأولى. يوم الثلاثاء رياح جنوبية غربية نشطة السرعة في مقدمة لمنخفض جوي جديد، يتوقع أن يبدأ تأثيراته اعتبارا من مساء يوم الثلاثاء. ليلة الثلاثاء تنخفض درجات الحرارة مجددا بسبب كتلة هوائية باردة جديدة مرافقة لهذا المنخفض الجوي، فرصة لزخات من الأمطار أيضا زخات من البرد. يوم الأربعاء انخفاض كبير على درجات الحرارة، كتلة هوائية قطبية يتوقع أن تبدأ أن تتأثر بها المملكة، 4 درجات مئوية فقط، طقس شتوي كما ذكرنا، بارد ماطر مع فرصة لتساقط البرد أيضا. أما ليلا تكون الرياح نشطة مع طقس شديد البرودة، 3 درجات مئوية فقط. بهذا ننهي نشرتنا، إلى اللقاء.